برحب بدكتور علياء حافظ، مدير وحدة التغذية ببرنامج الأغذية العالمي بمصر وأحد منسقي هذه الاستراتيجية المهمة. دكتور علياء، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور علياء. أولا، إزاي شايفة قرار الحكومة المصرية وتخطيط الحكومة المصرية وتحديدا وزارة الصحة أن يبقى في استراتيجية للتغذية في مصر، مش بس توفير الغذاء ولكن نوع الغذاء وجودة الغذاء ومدى مأمونية الغذاء اللي المواطن بيتناوله؟ يعني بص، هو يعني هاخد من كلام الحقيقة الدكتور حسام عبد الغفار، إنه يعني دي أنا شايفة إنها مرحلة مهمة جدا، أو خلينا نقول نقطة مهمة جدا في الاهتمام بالتغذية على مستوى يعني تنفيذي بقى. إحنا بقالنا كذا سنة الحقيقة بنشوف زي ما حضرتك ذكرت الاستراتيجية، أنا آسفة، الحملة مسح المسح طلاب الشيء المدارس، ده أحد الحملات يعني، لأنه ده اتعمل كذا مرة، صح. والحقيقة ده كان أول مرة يبقى فيه اهتمام بالمرحلة العمرية دي، مرحلة اللي هو أطفال المدارس وسن المراهقة. فدي كانت الحقيقة من الحاجات المهمة جدا، من المحددات اللي اتبنى عليها الشغل بتاع الاستراتيجية. عظيم، قبلها كمان كان في الحملة اللي هي مسح هيباتيتس سي، وكان معاها حملة 100 الأمراض مليون، الغير صح سارية اللي هي الضغط مظبوط. والسكر بالظبط، ودي كان فيها أمراض السمنة طبعا، ودي برضو من أهم مشاكل سوء التغذية في مصر، اللي بتؤدي إلى آثار زي ما حضرتك عارف بقى، السكر والضغط اللي هي في ارتفاع وفي تزايد النسب بتاعتها. وطبعا ده كان اهتمام مهم جدا برضو، لأنه حط التغذية على يعني في اهتمام على مستوى تاني خالص. كانت الاستراتيجية دي الحقيقة يعني هي يعني عايزه اقول لك انها جهود مبذوله على مدى السنين اللي فاتت. كان في استراتيجيه قبل كده من 2007 ل 2017، ولكن الحقيقه ما تمش تفعيلها. الاستراتيجيه دي اخذت فتره في الشغل، بقى حوالي سنه ونص بنجهز لها وزاره الصحه الحقيقه، سنة ونص. كونت فريق عمل سنه ونص، يعني تقريبا بقى لنا سنه ونص في الشغل ده، لكن الحقيقه اخيرا شافت يعني النور. الحمد لله. اهميه الاستراتيجيه دي، اولا هي جت طبعا بعد قمه الغذاء اللي حصلت في اخر 2021، يعني اكيد حضرتك طبعا كنت متابع للاحداث مظبوط. بتاعتها. ومصر الحقيقه كان عندها التزامات عديده وجاده في يعني فيما يخص الغذاء والتغذيه، وده الحقيقه من اول الحاجات اللي اتحطت ان لازم يتم يعني العمل عليها، هي ان يبقى عندنا استراتيجيه للغذاء والتغذيه، وابتدينا نشتغل على التوصيات اللي طلعت من قمه الغذاء. تمام. يعني عشان كده بقول لحضرتك انها الخطوات اخذت دلوقتي صوره جاده في التفعيل. فده طبعا حاجه انا شايفه انها حاجه ايجابيه جدا، بناخد التغذيه وكل ما يخص التغذيه في الى مرحله تانية في مصر. الاستراتيجيه الحقيقه بتبص على محاور عديده، يعني مش يعني موضوع الغذاء مثلا بنتناوله، احنا بنبص على كل ما يخص الفود سيستمز او منظومه الغذاء كلها، انها تبقى يعني فيها استدامه، فيها سلامه للغذاء، ان احنا كويس. بنشتغل على كل القطاعات، ودي حاجه مش موجوده للاسف. ولكن مصر فيها امكانيات هايله جدا في جميع المؤسسات، عندك الصحه فيها شغل هايل للتغذيه، الزراعه فيها شغل هايل للتغذيه، محتاجين بقى الصناعه تكامل والتجاره، ما بينهم، يعني ان يبقى في مظلة واحدة. تكامل ما بين القطاعات دي بالظبط. تمام. فهي استراتيجيه جاي يعني الاستراتيجيه بتعمل ده، هي مش احنا مش بنحط على فكره تدخلات جديده، هي ممكن يبقى في اضافه الى بعض التدخلات، ممكن يعني ممكن بنسبه 30% طيب تزود عايزين تدخلات، نوصل ولكن فين بنهايتها؟ يعني انا اسف جدا لمقاطعه حضرتك دكتوره عليا، في 2030 المفترض الصوره بالنسبه لتغذيه الشعب المصري هتبقى عامله ازاي؟ خليني بقى ابتدي لك بالمشاكل. يعني احنا دلوقتي عندنا يعني بنسميها التريبل بيردن، او العبء اللي هو الثلاثي لمشاكل سوء التغذيه. عندنا اللي حضرتك ذكرتها زياده الوزن والسمنه خصوصا في الاطفال دلوقتي، فبنشوفها في كل مراحل العمريه. يعني مشكله التغذيه، سوء التغذيه دلوقتي بقت بنشوفها على مدى مراحل الحياه كلها، فالاستراتيجيه واخده ده في الاعتبار. عندنا مشكله الانيميا اللي في تزايد الحقيقه، البحث الصحي للاسره المصريه اللي لسه طالع من حوالي اسبوعين من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء قايل انه الانيميا في سن الاطفال اقل من 5 سنين زادت، وصلت 43%، قبل كده كنا حوالي 27%، عشان فدي الولاد زياده الأطفال مرعبه. بياكلوا غلط والأسر بتأكل ولادها غلط.
يعني العادات الغذائيه الحقيقه هتلاقيها برضو ماسكه كل المراحل العمريه. يعني لو الاسره بتاكل غلط، لو الاب والام بياكلوا غلط، او ما عندهمش يعني ثقافه اه تغذويه، هتلاقي طبعا بالتبعيه ان الاطفال كمان تغذيتهم يعني مش بالشكل مش سليم. الامثل. عندك كمان مشكله التقزم اللي حضرتك ذكرتها شاكرا، والحقيقه اهتم بيها سياده الرئيس وعمل لها يعني مبادره مخصوص ضمن اطفال المدارس. ولكن التقزم كمان بنهتم بيه في السن اللي هو اقل من 5 سنين، لانه بعد 5 سنين بيبقى صعب قوي ان حضرتك تغير او تحسن مظبوط نسب التقزم. ولكن البحث الاسره الحقيقه باين ان التقزم قل، ولكن لا يزال في تفاوتات مثلا ما بين المناطق الجغرافيه المختلفه. عندك مثلا في الصعيد، في الريف، في دايما هتلاقي النسب اكتر، لانه سوء التغذيه مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالفقر وباقي مشاكل الامن الغذائي. مظبوط حضرتك تفضلت وقلت ان طبعا ما فيش مشكله في اتاحه الغذاء، وده حقيقي، مصر ما عندهاش مشكله في اتاحه الغذاء، ولكن في مشكله في القدره الشرائيه. يعني ممكن الناس اللي هي دخلها بسيط ما تقدرش، ما عندهاش الوعي انها ازاي تشتري وجبات متكامله بالامكانيه البسيطه اللي بتكلفة عندها. أقل. بالظبط. فده طبعا كل ده بقى بيتاخد في الاعتبار في الاستراتيجيه. فهي دي المشاكل اللي احنا بنشتغل عليها. عظيم بنشتغل على محاور ايه؟ زي ما قلت لحضرتك القطاعات المختلفه. يعني دايما التفكير ان التغذيه في الصحه، لا، احنا كمان بنشتغل على انه لازم يكون في دعم لشبكات الحمايه الاجتماعيه. احنا في مصر عندنا برنامج هايل، برنامج تكافل الكرامه، الحقيقه يعني البرنامج ناجح جدا. عندنا في برنامج الالف يوم اللي هو بيدعم الاطفال اللي اقل من سنتين والسيدات الحوامل والمرضعات. احنا الحقيقه يعني شركاء فيه مع وزاره التضامن الاجتماعي. ده مهم جدا، لان حضرتك بتشتغل على العوامل المؤديه نعم لسوء التغذيه، بتحسن القوه الشرائيه، بتحسن بيبقى في دعم نقدي للاسره عشان يبقى في توافر الغذاء، وفي نفس الوقت الاسره بتتربط بالخدمات الصحيه في الرعايه الاساسيه اللي مع وزاره الصحه، فبيبقى في شيء متابعه في الحاله عظيم التغذويه. طبعا الحقيقة، شيء عظيم. الاستراتيجيه اتفضل كمان دكتور اتفضل. بتهتم كمان بحاجه مهمه جدا، المتابعه. يعني حضرتك هتعرف ازاي اذا كنا بنتحسن ولا لا؟ مش معقوله كل يعني مش هنقعد نستنى كل كام سنه لما هنعمل بحث وبعدين نلاقي ان احنا لا، ده ما اتحسنش وده اتحسن. ففي نظم المتابعه واليات المتابعه يتم تفعيلها في كل مظبوط القطاعات وايضا على المستوى القومي، ويبقى نعم في يعني نظام للحوكمه. يعني يبقى في حاجه بتربط كل القطاعات دي، اليات للتنسيق ما بين كل القطاعات دي، ويبقى في متابعه مستمره، ويبقى دايما بنبص على المؤشرات اللي احنا محددينها. كويس واحنا الحقيقه مش يعني زي ما دكتور خالد الحقيقه حسام تفضل دكتور وقال، حسين. دكتور حسام تفضل ذكر استراتيجيه مصر 2030، وهي طبعا برضو يعني نفس الاهداف اللي فيها للتغذيه، هي نفس الاهداف بتاعت اهداف التنميه المستدامه. صحيح ففي طبعا اهداف خاصه بالانيميا، في اهداف خاصه التقزم، اهداف خاصه صحيح بالاهتمام بال لكل نقدر نقول المشكلات اللي لوحظت او رصدت في الفتره الاخيره، فبالتالي هتكون يعني حلول لهذه المشكلات. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عليا حافظ، مدير وحده التغذيه ببرنامج الاغذيه العالمي في مصر، واحد منسقي ومسؤولي هذه الاستراتيجيه الوطنيه.